السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه كويسه واحسن حال. وصلني راوتر دي لينك في مشكله في الدايره بتاعته، فحبيت ان انا اعرف المشكله في الراوتر ولا في الادابتر او الشاحن بتاعه. طبعا بمجرد ما بشغل الراوتر بلاحظ ان الليدات كلها الخاصه بالراوتر بتنور نور خفيف كده وبعدين بتطفي، وده المشكله. طبعا عشان احل المشكله دي جربت شاحن تاني 9 فولت مع ان الشاحن الاصلي 12، بس علشان اتاكد المشكله في الراوتر ولا في الشاحن بس، لان في مشكلة او في اختلاف ما بين سوكت الشاحن في الدي لينك والتي بي لينك، فبالتالي استخدمت شاحن 9 فولت بالشكل ده. لقيت اللمبه الخاصه بالباور بدات تنور باللون الاحمر وبعدين بدات تثبت، وبالتالي اتاكدت ان المشكله في الادابتور او في الشاحن نفسه. ازاي حليت المشكله؟ قدامي حل من الاثنين، يا اما احل او اصلح الشاحن او الادابتور الخاص بالراوتر، او ان انا اغير الشاحن بشاحن تاني خالص. طبعا عشان افك الشاحن زي ما اتعلمنا قبل كده بنستخدم تينر او بنزين وفرشة، وبعدين بنستنى شوية لحد ما التينر يفك المادة العزلة او اللاصقة في الادابتور، وبعدين بنبدأ نفك الشاحن باستخدام مفك. تمام. بعد كده يا جماعة انا بصيت على الشاحن كده وبصيت على المكونات الالكترونية بتاعته، لقيت ان الشاحن فيه مشكلة، يعني حلها يكلف كتير، فقررت ان انا استخدم شاحن جديد بمجرد ما قست المكونات الداخلية الموجودة في الشاحن. تمام. علشان استخدم شاحن جديد بدأت ان انا اغير الكابل الخاص بالشاحن بالشكل ده. تمام. استخدمت شاحن 12 فولت 1 امبير، لان الشاحن الاصلي 12 فولت نص امبير، فبالتالي ممكن استخدم نص امبير او 1 امبير او اعلى من نص امبير، ولكن الفولت لازم يكون 1 اللي هو 12 فولت. تمام. بعد كده بنبدأ نقص الكابل ونغير السوكت او السلك الخاص بالشاحن. تمام. وبعدين بنستخدم الهيت شرينك او اي مادة عزلة، ولكن انا بفضل استخدام الهيت شرينك لانه من الحاجات الكويسة جدا، وفي نفس الوقت بيكون عازل قوي وبيخلي شكل الشاحن يعني زي كأنه يعني شغل المصنع بالظبط. تمام. بنبدأ نقشر السلك بالشكل ده، وبعدين بنقص السلك التاني بالشكل اللي قدام حضرتك، ونتأكد من الموجب والسالب، وده من الحاجات الاساسية جدا. طبعا الفولت الدي سي ليه بولاريتي او ليه قطبية، يعني في موجب وفي سالب. باستخدام الافوميتر بنقدر نتأكد فين الطرف الارضي وفين الطرف الموجب. بعد كده بنبدأ نستخدم الهيت شرينك زي ما قلت لحضرتك، ونعزل الاطراف ونتأكد ان المشكلة اتحلت. طبعا قبل ما نقفل الشاحن بنجرب الادابتور واحنا ماسكين الاسلاك محتاجين نعزلها، بحيث ان احنا يعني نتأكد ان المشكلة اتحلت، وبعدين نقفل الشغل بتاعنا. بدل مننا نقفل الشغل بتاعنا وبعدين لو في مشكلة بنرجع نعيد الشغل من تاني. تمام. هنبدأ نجيب الافوميتر على وضع الفولت الدي سي، ونتأكد ان الخارج الخاص بالشاحن هو 12 فولت. تمام. ونتأكد كمان من الاخطاب الخاصة بالشاحن. بعد كده بنوصل الراوتر عليه ونتأكد ان المشكلة اتحلت. طبعا الطبيعي لأي راوتر ان هو بيبدأ ينور بالشكل ده بالنسبة للراوتر الدي لينك، وبعدين بتبدأ اللمبة الحمراء تكون ثابتة لمدة يعني 20 ثانية تقريبا، وبعد كده بيبدأ اللمبة تتحول للون الأخضر، وبعد كده اللمبة بتاعت الدي اس ال انترنت بيشتغلوا. ولكن طبعا أنا يعني بعمل يعني تشيك أب على الراوتر، زي ما أنت شايف اللمبة تحولت للون الأخضر. يبقى كده فاضل لنا الفينشنج الخاص بالأدابتور. هنبدأ طبعا نعزل الأطراف باستخدام الهيت شرينك زي ما قلت لحضراتكم بالشكل ده، وبعدين نجرب الادابتور بعد ما نخلص الشغل بتاعنا. بعد كده بنقص الاطراف الزياده من الكابل اللي موجود عندنا بالشكل ده، وبعدين بنستخدم الكاويه او الهوت اير في عمل العزل الخاص بالهيت شرينك بالشكل ده. بنعزل كل طرف لوحده في الاطراف الداخليه، وبعدين بنستخدم الهيت شرينك اللي هو مقاس اكبر علشان نعزل الاطراف الخارجيه بالشكل ده. تمام. وبكده نكون عملنا الفينشنج الخاص بالشغل بتاعنا. بعد كده بنبدا نجرب الادابتور على الراوتر، وبعدين نتاكد ان المشكله اتحلت تماما. بعد طبعا ما نقيس الفولت نوصل الادابتور الجديد بالشكل ده، وبعدين نستنى علشان نتأكد ان الشغل بتاعنا يعني خلص وكله تمام.
مجرد ما بننتظر شوية هنلاقي اللمبة اتحولت للون الاخضر، وبعد كده بنبدأ نجرب الراوتر على الكمبيوتر او على اللابتوب بتاعنا، نتأكد ان الراوتر شغال معانا بالضغط على 192.168.1.1 ونتأكد ان الراوتر شغال معانا. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك في الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.